أساتذة جامعة البصرة بدراساتها استمرت على مدى 7 سنوات منذ عام 2015 مركز علوم البحار كلية الزراعة في جامعة البصرة، تدبوا كثير من الأساتذة لدراسة الحلول البديلة لإعادة الغطاء النباتي. فكان من ضمنها أنه من بين هاي توصلوا النتيجة أنه ممكن إحنا نزرع نباتات تعيش على مياه البحر. إحنا اليوم عندنا مياه بحر موجودة بكثرة وبوفرة، فنحتاج نزرع نباتات، إذا نحتاج نبات يعيش بمياه البحر وله فوائد كثيرة. طبعا يوجد عندنا اليوم في محافظة البصرة في جامعة البصرة 3 أشخاص يحملون شهادة الدكتوراه في مجال المنغروف ودرسوها على مدى سنوات طويلة. نتائج الدراسات وصلت إلى نتيجة أنه إحنا ممكن نساعد في تحسين الجو في محافظة البصرة من خلال زراعة نبات المنغروف. نبات المنغروف يعيش على ماء البحر، ما يعيش على المياه العذبة أو مياه الأنهار. راح نزرعها في مناطق هي أصلا مناطق صحراوية اللي هي منطقة التفرعات الشجرية، منطقة صحراوية ما يعيش بها أي نبات، فماكو أي أثر على النباتات سابقا. عندنا صحراء وعندنا ماء بحر، ليش تبقى صحراء تبقى ماء بحر؟ نسوي نفس تجارب البلدان الأخرى مثل ما موجود في جنوب شرق آسيا، مثل ما سوت الإمارات، مثل ما قاعد تسوي السعودية. الإمارات عندها خطة في عام 2030 تزرع 100 مليون شجرة مانغروف. السعودية عندها خطة في عام 2030 تزرع 80 مليون شجرة مانغروف. لماذا لا نكرر التجارب الناجحة اللي نجح بها الآخرين؟ إيران صار لها أكثر من 10 سنوات تزرع مانغروف وزرعت أكثر من 15 مليون شجرة. احنا عندنا مساحه الان ممكن نزرع بها 10 الى 12 مليون شجره منغروف. هاي الاشجار لها فوائد كثيره، اولا قدرتها على امتصاص ثاني اكسيد الكربون وغاز الميثان والملوثات الجويه، عندها قدره عاليه اكثر من النباتات الاعتياديه. هي تفوق النباتات الموجوده عندنا بالعراق من 4 إلى 8 أضعاف كميه الغازات السامه او المضره ممكن تسحبها مع الهواء. راح تزودنا باطنان من غاز الاكسجين النافع للبشر. ايضا راح تكون هي اشجار مانغروف معروفه عالميا، 90% من مستعمرات الروبيان تنمو في تحت جذور المانغروف في الموجوده في المياه، لان هذا النبات يعيش في الماء يعني على حواف المياه في المد يتغطى بالماء وبالجزر. يعني المكانات اللي راح تستهدفونها هي قرب الانهار، يعني بمنطقة التفرعات الشجرية اللي هي نهاية خور الزبير، مثل ما تعرفون خور عبد الله من يوصل لنا ميناء أم قصر بعده يتغير تسميته إلى خور الزبير. خور الزبير بتفرعات شجرية، يعني هي مثل أنهار لكن مياهها مالحة والتربة مالتها صحراوية. هاي المناطق احنا نريد نزرعها بالمنغروف، أولا راح تسحب آلاف الأطنان من الملوثات الموجودة بالهواء وتحولها إلى أكسجين. راح تكون مستعمرات للروبيان توفر ثروة هائلة من الروبيان، أيضا ممكن تكون مستعمرات للأسماك. أنت ما تعرفون مياه الإقليمية العراقية ما الأسماك تجيها مهاجرة من أماكن أخرى، هنا راح نوطنها، راح تكون بدل ما تجينا مهاجرة راح تكون تتكاثر في مياهنا بشكل أكبر. فراح توفر أولا جانب يخفض أيضا درجات الحرارة، لأن يعني تعرفون الجار خفض درجات حرارة من خلال عمليات التبخر. ايضا راح تسحب ملوثات هواء، ايضا راح تنطينا اكسجين، راح تكون مستعمرات للروبيان والاسماك البحريه في هذا المكان، ايضا راح تحسن من نوعيه التربه الموجوده به، راح تتساقط اوراقها تتحول الى مواد عضويه بدل ما تتحول فقط تربه رمليه، راح تكون تربه ممكن تزرع بها بالمستقبل نباتات اخرى مثل نخيل جوز الهند او غيره اللي الان ما تصلح بسبب هاي التربه، لكن مرور سنوات تتغير طبيعه التربه نتيجه تساقط الاوراق راح تنخبط أو تنخلط مع الرمال تتحول إلى تربة مزيجية من نوع قابل لزراعة نباتات أخرى. طبعا المشروع كله فوائد يعني، ودليل على ذلك شوف الاهتمام الدولي به، يعني تجي ممثلة الأمم المتحدة محافظة البصرة خصيصا لافتتاح هذا المشتل في جو حار، في يوم كان الجو شرجي عندنا بالبصرة، مع ممثلين ل4 سفارات أوروبية، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة للغذاء في الشرق الأوسط. هذا لأنه مشروع مهم جدا. ممكن يكون موجود أيضا في مركز المدينة أم فقط مركز المدينة؟ لا يمكن، إنه يحتاج مياه مالحة وإحنا ما يعني ما وهي شجرة تعيش يعني تحتاج غمر بالماء بالمد والجزر، فهو راح تكون مساحة اللي راح تغطيها إحنا مخصصين لها 115 كيلومتر مربع أصلا يمكن الاستفادة من عندها، لأنها بالمد تغرق وبالجزر تكون منطقة طينية لا تصلح لا للبناء ولا لإنشاءات ولا لزراعة ولا لأي شيء، منطقة يعني معدومة. راح نحولها إلى غابات، هاي الغابات إن شاء الله إذا اكتملت ممكن تكون أيضا معلم سياحي. توجد يعني غابة للمنغروف في أبوظبي محمية طبيعية يزورها سنويا أكثر من 500,000 سائح. المساحة الموجودة عندنا أكبر من هاي المساحة.
طبعا يمكن يجني الثمار، هي مو اليوم هسه، اليوم واحد يقول وين الغابة كذا، احنا اليوم سوينا مشتل نحول بيه البذور الى شتلات، وهاي الشتلات بعد سنة نزرعها في هاي المناطق. زرعنا العام الماضي عدد من عدها، السنة بدينا زرعنا عندنا اليوم 22,000 شتلة. طاقة المشتل هي 500,000 شتلة سنويا. راح نسعى ان شاء الله نوفر الدعم المادي لهذا المشروع حتى نقدر ننتج 500,000 شتلة راح نحاول نزرعها. بالتأكيد ثمارة ما راح نشاهدها قبل 5 سنوات من اليوم، لان هي ايجار نموها مو سريع، نموها بطيء، وتحتاج ظروف بالبداية خاصة لها لنموها. هي نجحت بالسنوات الماضية عندنا، لكن زرعها في منطقة تفرعات شجيرية راح نبدي به منذ بداية الشتاء القادم إن شاء الله، حتى تكون عندنا أول 20,000 شتلة بهاي المنطقة، وبعدها نبدي نكثر الأعداد. يحتاج جهد طويل، يعني إنشاء غابة هو مو تبليط شارع أو بناء مدرسة، يحتاج لوقت وجهد ومثابرة. أنا اللي سوينا مركز بحثي مع مشتل يسوي من 500,000 شجرة بهاي المنطقة حتى يكون منطلق لتحقيق هذا الحلم إن شاء الله.